يعني أنا الأخوات في لقاء بنات ذوي الإعاقة قبل أسبوع طلبوا مني مراكز منتديات سباحة ورياضة، وطلبوا حتى نزور وزير الشباب ونطلب منه هذا الموضوع. عندهم اهتمامات، عندهم مواهب، عندهم طاقات، يعني والله العظيم أنا من أزورهم يعطوني رسائل إيجابية. أنا دائما أقولهم يعني يعطوك حب للحياة، تفاؤل، عندهم رغبة. ليش ماكو منتدى خاص لهم؟ يعني اللي عنده إمكانية عزف، إمكانية رسم، إمكانية غناء، أي شيء يعني. من الجهة اللي ممكن تبني لهم؟ يعني غير وزارة العمل، أي جهة ما أعرف. لا لا الله يخليكم، وإحنا والله مظلومة وزارة العمل. لا مظلومة، لأن هي الحكومة. شنو الحكومة مثلا؟ يا من الحكومة؟ الأمن الوطني مثلا؟ لا في حالة فصل الهيئة وتصبح لا وزارة كل الثقافة. وزارة ممكن لازم أستاذ موفق. لازم أكو جهة قطاعية تهتم بهاي القصة، كل الجهات حتى وزارة التربية معنية. دكتورة فاتن اليوم وزارة التربية إذا أريد نحور الترافيك لايت حتى يصير بزر للمكفوفين حتى من نعم هاي ممكن داخلية. لا داخلية، هاي الداخلية والمرور هو قضية غرس زين. غرس حقوق من يروح عليهم يقول للمرور غيروا هاي الطريقة، من يروح على التربية يقول لهم سووا هذا القصة للمعاقين. هي الجهة المحورية للإعاقة. لا لا هي هي حتى احنا كجهة رقابية هذا احنا كله شخصناه ويدري استاذ موفق. نعم نعم. كل ذاكري احنا تشخيص صحيح تشخيص لكن التنفيذ المراقبة واجبار التنفيذ. مو احنا كمتابعة نقدم كتب رسمية هذه ملزمين بها، يعني احنا في يوم انه نجلس معاهم احنا مقدمين لكم سابقا صح. توصياتنا وانتم ما نفذتوها. حتى وزارة التربية احنا تباحثنا معاهم مديرية حقوق الإنسان في موضوع أنه قضية غرس حقوق ذوي الإعاقة في المناهج التدريسية.